أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض الحجاج عند الطواف، نسمع منهم بعض الألفاظ الشركية مثل مدد مدد يا رسول الله وغيرها، فهل هم كفار أم يعذرون بالجهل في ذلك؟ يبين له، يمكن جاهل ولا يدري، أو يسمع الناس أو قيل له هذا الكلام، لأن معهم حتى معهم منافق مضللة فيها تلقين الشرك والعياذ بالله، فهذا يحمل أنه جاهل فيبين له، فإن أصر ولم يقبل يكون مشركا. نعم.